لحظات انتظار وترقب عاشتها الحاجة نجية وأمهات أخريات وعائلات قدمت من عدة مدن ليبية لاستقبال أبنائها المفرج عنهم بعد 4 سنوات قضوها في سجن الشرطة العسكرية بمدينة مصراتة لاتهامهم بالاشتراك في مقاتلة الثوار إبان انتفاضة فبراير عام 2011. كل عيد نستنى قلاطو يبالك يطلقوا، كل عيد نستنى، كل عيد نستنى، ورحمة ربي هذا وين فرجت. دعا السجانون ذوي السجناء إلى الدخول لملاقاة أبنائهم استعدادا للخروج النهائي، وعندما نوديت الأسماء تباعا عبد المولى علي إرداف الدم محمد، حانت اللحظة التي جاءت من أجلها الحاجة نجية من مدينة العجيلات غربية طرابلس. أمسكت الأم بتلابيب ابنها وهي تقول لن تفارقني بعد اليوم. قرابة 2000 سجين من المحسوبين على النظام السابق تغص بهم سجون مصراتة، يخضعون لتحقيقات ومحاكمات دورية، ومن ثم يفرج عمن لم تثبت إدانته أو من أنهى فترة العقوبة المقررة عليه. فيه البعض أنهى محكوميته والبعض الآخر لم يثبت في حقه جرم جنائي بعد استيفاء مراحل التحقيق بالكامل من قبل النيابة والمحكمة. ورغم النظام القذري لم يزل خلف هذه البوابات من يدفعون ثمن قتالهم في صفه، أما من يغادرون السجن فيتشبثون بذويهم استعدادا لطي صفحة أيام مؤلمة بلا رجعة كما يرجون. إطلاق سراح السجناء بالتزامن مع عيد الفطر المبارك لقي ترحيبا محليا ودوليا باعتباره ضمن إجراءات بناء الثقة التي نصت عليها مسودة الاتفاق الليبي، لكن هناك سجناء آخرين كتب عليهم أن يقبعوا خلف أسوار هذا السجن حتى تأخذ العدالة مجراها.